حلويات المذبح، صلاة النبي، اللغاليغ. بصوا يا باشا، ايه ده؟ ايه ده؟ عندي بقى ايه؟ سويت بريد اللي هي دي اهي. بص يا باشا، بيقولوا عليها الحلويات، هو في اوروبا بيقولوا عليها سويت بريد، لكن احنا هنا عندنا بنقول عليها ايه؟ الحلويات. كبده حلويات وقلوب عند بعضيها، بصل وتوم، فلفل حار وكزبره خضراء، كمون، بهارات، فليت طماطم او لحم الطماطم، وملح وفلفل وشويه زيت. انا شخصيا بعشق الاكل الشعبي اللي زي ده. شويه ايه بقى؟ ليه ولا ليك؟ ادي الحلويات بتاعتنا بالجمال ده. ايه ده؟ بص يا باشا، عايزك تبص بقى الحلويات بتاعتي عامل ازاي. بص اهي اهي، فصوص. ده السويت بريد اللي بيقولوا عليه، غاليه جدا بره دي اهي، اللي هي بتبقى في المذبح، اللي بتبقى في المذبح. بتبقى في المذبح فين؟ في مذبح الجاموسه يعني، مش في مذبح مصر. اهي اللغاليغ دي اللي فيها الشيفة زي ما انت قلت لي. وحتة دهن ملبسة اهو، ما بنداش اي مادة دهنية. الله يا بلادنا الله، ده الاكل الشعبي بتاع المعلمين اهو، بدون اي اضافات، بدون اي اضافه. سيبها بقى تاكل مع بعضيها، سيبها تاكل مع بعض، مالكش دعوه بيها، مالكش دعوه بيها. اهي خليها تروح مطرح ما تروح، ما تديهاش اي حاجه دلوقتي. حبه عيش ملبن زي ما قال لي، يا سلام عليك. حبة الكلاوي هم والقلوب، سيلكشن. ايه الاكل يا جماعة اللي يتاكل بنفس؟ سيبها تاكل مع بعضيها، انا مش قلقان، انا مش قلقان. انزل عليها بالقلوب والكلاوي. نعم يا فندم، اللي متنيها ثلاث تانيات. ما من جاردن سيتي يعني، هو يعني جاي من امبابه لحالاتنا، والناس ولاد زواج فخيبه بحسنا زي الهباب. هجيب حبه زيت زيتون صغيرين عشان نموت فيهم البصلايه، مش كتير. دي البصلايه بتاعتي، وادي البصل بتاعي اهو كده اهو. نيجي بقى هنا، ادي الثوم، من غير اي مادة دهنية. قوم بقى يا سيدي، ادي الكبدة بتاعتي.
ندعمها شوية بنسبة فات. حطينا يا ابني فلفل كتير اهو، والله حطيت ياما. دي في الأرضية كده، ورحت جايب دي كده على دي، ومقلبش بقى شوية، كله منه فيه. ادي شوية الكمون والبهارات بتاعتي، وادي الملح، وادي الفلفل، وادي شوية الكزبرة الخضراء، وادي شوية الطماطم الفليه. ما قلبش بقى دلوقتي، ما قلبش دلوقتي. واخليها في الويتنج كده. اهو ده الاكل ايه الحلو بتاعنا الجميل. عايز على ايه؟ قفص عيش ونقعد جنبيه. طيب